السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في بنك البركة 16 جنيه و15 قرش. سعر الدولار في بنك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك مصر إيراد التنمية والبنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي 16 جنيه و14 قرش. سعر الدولار في بنك التجارة الدولي CIB وبنك ريدي أغريكول 16 جنيه و13 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني بمصر والمصرف المتحد 16 جنيه و12 قرش. سعر الدولار في بنك المركزي المصري 16 جنيه و11 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء 17 جنيه و25 قرش للشراء و 17 جنيه و35 قرش للبيع. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 18 جنيه و12 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و34 قرش، سعر الدينار الكويتي 50 جنيه و69 قرش، سعر الريال السعودي 4 جنيه و20 قرش، سعر الدينار الأردني 22 جنيه و51 قرش، سعر الدينار البحريني 42 جنيه و8 قروش، سعر الريال القطري 4 جنيه و23 قرش، سعر الريال العماني 41 جنيه و43 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و36 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.